للمزيد ينضم إلينا من العاصمة واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، مبلغ كبير ترصده حملة جو بايدن ضد المنافس ترامب وخاصة في الجرائم، أين يمكن أن ينفق 50 مليون دولار؟ في الحقيقة مبلغ 50 مليون دولار في الحملات الانتخابية الأمريكية لا يعد مبلغا كبيرا على الإطلاق، هناك مئات الملايين من الدولارات تنفق في هذه الحملات الانتخابية، خاصة هذه الحملة والتي تحظى بالكثير والكثير من المتبرعين، خاصة من الشركات ورجال الأعمال، بعضها يذهب بأمواله لتمويل حملات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والبعض الآخر يذهب إلى حملات الرئيس الحالي الأمريكي جو بايدن. سنجد أن حملة بايدن بشكل خاص ترتكز على أمرين أساسيين، الأمر الأول هو الترويج للمنجزات الاقتصادية والاجتماعية لفترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، أشياء تتعلق بالرعاية الصحية وأخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار المحروقات والوقود ومحاولة السيطرة على التضخم. وتضع أيضا هذه الحملة في الحسبان أنه من لم يقتنع بهذه الأسباب أو هذه المرتكزات للتصويت لبايدن، فهنا يأتي دور المرتكز الثاني لحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي التخويف من الرئيس السابق دونالد ترامب، تخويف الأمريكيين من عودة ترامب للسلطة مرة أخرى، حديث عن أنه يؤثر على الديمقراطية وأنه قد يعصف بالديمقراطية الأمريكية وأنه خطر وجودي على ديمقراطية الولايات المتحدة، بالإضافة الآن إلى مسألة الإدانة في قضية نيويورك، أصبحت يعني هذه الإدانة، إدانة ترامب في قضية أموال الصمت في نيويورك، إدانته في 34 تهمة جنائية، وكونه كما وصفه بايدن مجرما مدانا، هذا أيضا أصبح في قلب الحملة الانتخابية لبايدن، وأصبح التركيز عليه كبيرا لدرجة إنفاق هذا المبلغ، مبلغ 50 مليون دولار فقط للتركيز على هذه المسألة، مسألة أن ترامب مجرم سابق مدان، وأنه لا يصلح لأن يشغل مكان رئيس الولايات المتحدة وأن يكون في البيت الأبيض، وهذا أحد المرتكزات الجديدة لحملة بايدن هذه الأيام. كيف واجهت حملة ترامب مثل هذه الحملة من جانب حملة جو بايدن، والتي ستركز فقط على فكرة الاتهامات الموجهة إلى ترامب، كيف سيتم مواجهة ذلك من الفريق الآخر؟ الفريق الآخر متمثلا في الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه، الذي بدأ بالفعل ومنذ فترة ومنذ الإعلان عن هذا الحكم في الحديث عن المؤامرة التي ينسجها الديمقراطيون وتنسجها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستعينة بالنظام القضائي الأمريكي في مطاردة ترامب ومحاولة إخراجه من السباق. هذه هي الحجة التي لا تبلى والتي يستخدمها دائما ترامب لمخاطبة أنصاره، أنه مطارد، ما يشبه مطاردة ساحرات، وأنه ملاحق من النظام القضائي بغير حق، وأنهم يتركون المجرمين يرتعون في الشوارع بينما يلاحقون ترامب في بعض القضايا التي يراها هو غير مهمة، وأن النظام القضائي يعمل لصالح إدارة بايدن، الإدارة الديمقراطية، وأنهم بما أنهم لا يستطيعون بحسب كلام ترامب إخراجه من السباق أو الفوز عليه في السباق الانتخابي، فإنهم يخرجونه من السباق الانتخابي حتى يمكنهم الفوز. هذه هي يعني النقاط الرئيسية التي ركز عليها ترامب وتركز عليها حملته، وهذه النقاط في الحقيقة تلقى قبولا كبيرا لدى أنصار ترامب المقتنعون سلفا بها، هم يعني معتقدون تماما بمسألة الدولة العميقة، وأن هناك دولة داخل الدولة تدير شؤون الولايات المتحدة، وأن هناك أيادي خفية، وأن هناك مؤامرات، وما إلى ذلك من كل هذه الأفكار التي يقتنع بها قطاع كبير من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة من أنصار حركة ماجا أو دعونا نجعل أمريكا عظيمة مجددا، والتي دشنها وأسسها دونالد ترامب عام 2016 عندما ترشح
وفاز في هذه الانتخابات أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ويستمر أنصار ترامب على مدار 8 سنوات الماضية في تدعيم اقتناعهم بمثل هذه الأفكار، ويستمر ترامب وتستمر حملته أيضا في تثبيت هذه الأفكار في أذهان الأمريكيين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. إعادة توزيع التعداد مرة أخرى، هذه الانتخابات أول مرة تعقد بهذا الشكل، ما الاختلافات في إعادة التوزيع في التعداد عن السابق؟ إعادة التوزيع في الحقيقة، أو إعادة توزيع التعداد، أو إعادة رسم المناطق والدوائر الانتخابية، مسألة في الحقيقة هي سلاح ذو حدين. البعض يراها أنها ستحرك الأمر ليصبح أكثر إنصافا للناخبين الأمريكيين الذين بعضهم يعد أقلية في بعض المناطق الانتخابية، وأن إعادة رسم أو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية سيمنحهم الفرصة ليكون لهم صوت مؤثر في الانتخابات المقبلة. ولكن أطراف أخرى ترى أن إعادة الترسيم وإعادة التعداد قد تصب في مصلحة فئات معينة، مما يصب أيضا في مصلحة أحزاب معينة ضد الحزب الآخر. يعني الصراع ديمقراطي جمهوري، كل حزب يريد أن يستخدم المشرعين الذين ينتمون إليه أو الذين ينتمون إلى حزبه في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم مصالحه. فالحزب الديمقراطي على سبيل المثال يعيد ترسيم بعض الدوائر الانتخابية، وإن لم يكن له تأثير كبير في الحقيقة بقدر الحزب الجمهوري المنتشر أكثر في الولايات والمقاطعات الأمريكية، ولكن ما يسعى إليه الحزب الديمقراطي في بعض الدوائر على سبيل المثال هو زيادة كتلة الأقليات في الدوائر الانتخابية الأمريكية. وهذه الأقليات معروف تاريخيا مثل السود واللاتينيين والأقليات من أصول آسيوية هم من يذهبون بأصواتهم إلى المرشحين الديمقراطيين، بينما الجمهوريون يلعبون اللعبة بالعكس، يحاولون زيادة الرقعة البيضاء، بمعنى رقعة الأمريكيين البيض المحافظين والذين تاريخيا يمنحون أصواتهم للحزب الجمهوري، ويحاولون أن يقسموا المناطق بحيث يكون البيض أغلبية في هذه المناطق ويمكنهم ترجيح كفة المرشح الجمهوري. لذلك صراع ترسيم الدوائر وإعادة مسألة التعداد السكاني في الدوائر الانتخابية والمقاطعات صراع مستمر لا ينتهي، ودائما ما يتفجر ويتصاعد قبل كل عملية انتخابية. رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، شكرا لك.